لا سوبر ميرو عامل لك كوبايه شاي تعدل دماغك الفرقه. متشكره معايا مجرمين كتير. ربنا يا رب ينصرك على الشر يا بطل. تسلم يا محروس. يا ألف نهار أبيض، دي سوبر ميرو عندنا في الحارة. منورة الحارة يا بطلة يا كبيرة. منورة بناسها يا أم وليد. ما شاء الله، دي عارفة اسمي. السلام عليكم. ازيك يا مراد؟ شلتة زبادي، تعالوا هنا. سوبر ميرو؟ ايوه انا سوبر ميرو اللي جاي اربيكوا يا شويه سيح. والنعمه ما عملنا حاجه يا سوبر ميرو. ما عملتوش حاجه ازاي؟ والازاز اللي بتكسروه كل يوم، ولسانكوا الطويل اللي في نص الحاره. احنا بنلعب كوره يا سوبر ميرو عايزين نبقى زي محمد صلاح. عايزين تبقوا زي محمد صلاح، تروحوا تلعبوا في مركز شباب، مش تزوغوا من المدرسه وتلعبوا في الحاره. اخر مره يا سوبر ميرو. ماشي، بس اقسم بالله لو عرفت ان انتوا زوغتوا تاني من المدرسه هربطكم من رجليكم واخدكم واطير بيكم وارميكم في قرف في واحد بركان. لا والنبي خلاص، انا في المدرسه مش هنزوغ تاني. ارحمينا يا تنت سوبر مير وحياه ابوك. ماشي هرحمكم، بس في حاجه كمان، تخلي بالكم من البنت الجميله اللي ساكنه هنا في الارض دي. طفطف؟ ما اسمهاش طفطف. ايه طفطف دي؟ اسمها اميره. لو زعلتوها هاخدكم وارميكم في قلب الاعصار. الاعصار؟ لا والنبي، هنشيلها فوق راسنا. ماشي يلا على بيوتكم، يلا مذاكره مذاكره. ازيك يا عم عرفه؟ يا اهلا يا مرحب، يا اهلا بالبطله. انا في سليمه سوبر ميرو. من ساعة ما شربتينا إذا ما تمدتش على المدام، بس بقى على كبوت على رفرف كده هتعيش يعني. كلك رجولة يا عم عرفة. ربنا يخليك. سوبر ميرو. أيوه. أنا بحبك أوي والله، ممكن نصور معاكي؟ طبعًا طبعًا، أنا مبسوطة جدًا، اتفضلي. إيه ده؟ معلش ممكن واحدة تانية أظبط القناع؟ أكيد. يلا اتفضلي. حلوة دي. ممكن أعمل لك فيها تاج وأنشرها على صفحتك اللي اسمها سوبر ميرو؟ بس انا ما عنديش صفحه اسمها سوبر ميرو. ازاي بس يا سوبر ميرو؟ امال مين بيرد على تعليقاتنا؟ كمان بيرد على التعليقات؟ ده شيء طبيعي يا اميره، اي شخصيه عامه بيتعمل لها حسابات مضروبه كتير. عندك مثلا مجدي شط معمول له 34 حساب مضروب، عندك نجيب سويرس معمول له 1000 حساب في كل بنوك مصر، ده شيء طبيعي. هو ايه اللي طبيعي يا هدهد؟ ما انا مش هستنى لغايه ما اللي ماسك الصفحه يبتدي يبعت للناس ويقول لهم اشحنوا لي كارت ب 100 وانا ارفع لكم حته من القناع. بص أنا هدخل على الصفحة واشتمه، ولا بلغ البوليس، ولا مثلا ولا تقفلي بقك وتسيبيني أنا أتصرف. ألو أهوش يا حبيبتي، أنت كويسة؟ كلتي؟ داخلة المطبخ؟ طب وأنت خارجة طمنيني بقى. انزيني انزيني انزيني. هو في قلق عندهم في البيت؟ لا احنا بس اتفقنا على الجواز، فانت عارفه دلع ورومانسيه الخطوبه. بس بصراحه ما اعرفش، عمري ما مريت بالحاجات دي. طب هنعمل ايه في موضوع الصفحه؟ انا هقول لك يا ستي موضوع. ايوه حبيبتي، خرجتي من المطبخ؟ طب خلي بالك بقى لا يكون حد خارج من الحمام بسرعه. انزيني 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 انزيني. هدهد انت هتقعد تزيني 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 طول اليوم وتسيبني في الكارثه اللي انا فيها؟ يا ستي ولا كارثه ولا حاجه، انت اللي مكبره الموضوع. في قاعده قديمه بتقول اذا انتشرت صفحاتك المزيفه فلا بد وان تنشئ صفحتك الرسميه.